شؤون الدولة من داخل. احنا احرار، احنا ان شاء الله الدولة تفتح بارات، عفوا تفتح بارات، تفتح بارات في مكة. شفتوا مكة؟ لو تفتح الدولة بارات في مكة، برا مكة، برا الحرم، برا المسجد، تفتح بارات، دولة ما حد له دخل فينا ولا في شؤوننا، زين، ولا حد يتدخل. انتوا لكم فقط بيت الله، المسجد فقط، تجون تأدون فرائضكم وبس وتطلعون بس. لو نفتح بارات في مكة والمدينة، ما لكم شغل فينا، ما لكم. بلدنا ذي ما حد يتدخل فيها. تدخلون وتدخلون في الصغيرة والكبيرة، هذه بلد الحرمين ليه؟ ان شاء الله انتم بس مفتكرين ان شو يسمونه، ان الملك، ان المملكة العربية السعودية مسجد، زين، ولا آل سعود رسل؟ عشان انتم كنتوا تفرضون علينا الدين، سووا ما تسوون، ما لكم شغل. انتم بس تجون تأدون فرائضكم الدينية فقط، ما لكم شغل. لو ان نفتح بارات في مكة او في المدينة، مو شغلكم. اوكي قدام روح، لو نفتح بارات